مشاهدينا، ولقينا وقفة مع أخبار المال والأعمال في جولة التاسعة. رجائي رمزي يحمل لنا تفاصيل أخبار الاقتصاد. أهلا بك رجائي. أهلا بك نواة. أهلا بك فاطمة. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجموعة أكوار الرائدة عالميا في مجال الضيافة سباستيان باسين. في مستهل اللقاء أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر، معبرا عن تطلعه لتوسع هذه السلسلة في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل أي عقبات قد تواجه السلسلة. من جانبه، أكد رئيس مجموعة أكوار العالمية أن مصر تمثل نموذجا فريدا في مجال السياحة، تمتلك مقومات مميزة لجذب الحركة السياحية. وقع البنكان المركزيان في الصين والسعودية اتفاقا لمبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان، أي بنحو 6,093,000,000 دولار. قال البنك المركزي الصيني في بيان له إن الاتفاق الذي سيسري لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين سيساعد على تعزيز التعاون المالي ما بين البلدين والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار ما بين الرياض وبكين. في أسواق الصرف العالمية، هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مواصلا سلسلة من الخسائر مستمرة من الأسبوع الماضي، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة التي بلغت ذروتها. ومقابل ضعف الدولار الأمريكي، سجل اليورو تقريبا 1 دولار ليبلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس، بينما استقر الين الياباني عند 148.68 مقابل الدولار في أعلى مستوى له منذ شهر. كما صعد الجنيه الاسترليني بنحو 0.14% إلى 1.24 دولار ليقترب من أعلى مستوى له في شهرين. وإلى أسواق البترول العالمية، ارتفعت العقود الآجلة للنفط لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك بلس الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ 4 أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل نحو 0.8% مسجلة 81.27 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.8% مسجلة 76.49 دولار للبرميل، فيما ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.60% مسجلة $2.75 للتر. في المقابل، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.52% مسجلة $2.92 وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة بلغت 0.38% وذلك خلال شهر أكتوبر على أساس شهري. من بين أبرز المجموعات السلعية، ارتفعت مجموعة الكساء والملابس بنسبة بلغت 6.98% على أساس سنوي، بينما سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة بلغت 5.71%. زادت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة بلغت 4.23%. We'll be right back.
مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مجددا إلى فاطمة ونهى، فإليكم وبعد قليل لنا عودة معك بإذن الله. شكرا لك رجائي.